لازم كذا ناخذ فيكم جولة تستمتعوا فيها معانا. قبل شوي كنا مع ظافر البكري. من وين كان ظافر؟ من بيشة. من بيشة، من المزرعة الجميلة في بيشة. الحين كذا بناخذكم على أحد الشواطئ الغنية والجميلة واللي دائما المتنزهين يقصدونها، خاصة في فصل الصيف، وهو من شواطئ الخفجي، من الشواطئ الجميلة اللي الناس فعلا ترتادها، من الأماكن السياحية الجميلة، محافظة الخفجي. نتعرف أكثر من خلال تقرير الزميلة هدى الغامدي. محافظة الخفجي والتي تقع في شرق المملكة العربية السعودية تتميز بوجود كورنيشها البالغ طوله 6 كيلومترات، حيث جمال سواحله وشواطئه والتي يحلو للمواطنين والمقيمين السباحة فيه، خاصة في هذه الأجواء الصيفية مع ارتفاع درجات الحرارة. شاطئ الخفجي من أجمل الشواطئ في السعودية ومتنفس لأهل الخفجي، ومثل ما أنتم شايفين العالم عليه يمكن جاي متأخرين شوي، والشاطئ مزدحم إلى الساعة إلى آخر الأوقات لصلاة الفجر. ونشكر البلدية على اهتمامهم بالشاطئ الخفجي. بالنسبة لي أنا وعيالي كل يوم، أنا عندي تمرين في الصالة وكل يوم سباحة من الساعة 5 إلى المغرب، هذا شيء روتين عندنا، صار روتين لأنه المنفس الوحيد عندنا. يعد كورنيش محافظة الخفجي الوجهة والمتنفس الوحيد لأهالي الخفجي، حيث المسطحات الخضراء ومضامير المشي وأجهزة الرياضة في بعض مواقع الكورنيش. والله شواطئنا جميلة جدا صراحة ورائعة، ويجيها كثير من السواح سواء سعوديين أو خليجيين أو غيرهم. اهتمام كبير من قبل أمانة محافظة الخفجي بجميع مرافق الكورنيش ليحلو التنزه والاستمتاع لجميع الزوار. لقناة السعودية، هدى الغامدي، محافظة الخفجي. حياكم الله من جديد. احنا عندنا اليوم الفقرة الخاصة، فقرة قصتي، اللي نقدمها لكم كل يوم سبت. قدمنا نماذج في الأسابيع الماضية، نماذج ملهمة لنا كطاقم عمل وللمشاهدين. اليوم القصة مختلفة وغريبة نوعا ما. يعني احنا عندنا الكابتن رفيف بادغيش، يعني هي كانت تعاني من بعض الألام والأمراض، راح نتعرف على تفاصيلها إن شاء الله. ولكن الغرابة في الموضوع بأنه الكابتن رفيف عالجت هذه الأمراض اللي مرت عليها بلعبة الكاراتيه. كيف عاد؟ أنا توني للحين ما عرفت السالفة، راح نتعرف عليها إن شاء الله من خلال الكابتن رفيف اللي تنضم لنا من استديوهاتنا. حياك الله رفيف. أهلا وسهلا. هلا. بداية يعني إحنا سعيدين بتواجدك معنا في فقرة قصتي، وهي فقرة ملهمة. أول شيء الغرابة في موضوع أنك أنت عالجتي نفسك بلعبة الكاراتيه، أول شيء مما كنت تعانين سابقا من أمراض؟ أنا دائما كان عندي مشكلة في الأكتاف، وصداع نصفي، فعضلات الأكتاف لما تشد الأكتاف، أي نعم نعم، ويجيني صداع نصفي منها، ويعني مزعج أحيانا، يطول فترات ويعطل الشغل ويعطل الأمور يعني. فالعلاجات والأدوية ما كانت تناسبني، فتوجهت إلى إيش الأشياء الثانية البديلة اللي ممكن أسويها عشان أريح نفسي من المشكلة الصداع هذه. فوجدت التمارين حقت الكاراتيه بالذات وفنون القتال عموما مرة ناسبتني في هذا الموضوع، بحيث أنها تقوي العضلات بدون ما تجهد الأعصاب. فكانت عملت لي تركيبة حلوة، أني وقت ما أحس أن الصداع حيمسك أبدأ أسوي التمارين هذه، فتريحني ويعني حلت لي مشكلة مرة كبيرة كانت. فالحمد لله توفقت فيها، وبعدين بدأت أتمرن جديا في الموضوع، والآن صرت مدربة، ويعني لقيت الرياضة هذه مرة مناسبة لتقوية الجسم من الداخل والخارج بطريقة مريحة،
وفيها سلاسة في الحركات، وفيها برضو الجزء الثاني هو الدفاع عن النفس، فهذا يعني جانب آخر اكتشفته في الموضوع مرة كويس. جميل كابتن، احنا حندخل على مواضيع إنجازاتك والحزام الأسود اللي أخذتيه، لكن أعرف أي حزام؟ الحزام الأسود ولا لا كابتن رفيق؟ الأسود الثالث. نعم. ما شاء الله تبارك الله، يعني اوعك تقابلين على لا هو شوف بخليها صديقتي أنا وكابتن رفيق، لازم نكون صحبات، يعني ما ينفع العداوة مع كابتن رفيق. خليني أسألك كابتن رفيق، أنت ذكرتي أنه عندك ألم بالأكتاف وذكرتي الأعصاب، خليني أسألك هل يعني في مشكلة كانت طبية كنت تعانين منها من هذا الموضوع؟ لا ما يعني هي سبحان الله ما أدري يعني شيء من الولادة ظاهر. العمود الفقري كان ما هو يعني في اعوجاج بسيط، كان في مشكلة ما هو مبين سبب محدد لها، بس مع مرور الوقت يعني الجسم حركته ما هي طبيعية، الجسم حركته مضغوطة من جهة وجهة، لا يعني عدم الاتزان في الحركة يأثر زيادة، غير طبعا تعب الأعصاب والإرهاق، يعني أكثر شيء يتعبني لما أكون مرهقة على طول يمسك فيني الصداع، فالرياضة هذه فيها غير أنه تقوية للجسم فيها راحة نفسية طبعا، غير الآلام اللي تبدأ تنتشر في الجسم خصوصا أنه يأثر على الأعصاب. كيف؟ أقول غير الآلام اللي تبدأ تنتشر في الجسم. نعم. خصوصا أنه يأثر على الأعصاب. نعم نعم نعم. طيب يعني السؤال المهم، يعني أنت تقولين أنه عندك آلام واللي يعني مرت عليها آلام الكتف، طبعا هي آلام مزعجة جدا. أنت يعني عالجتي لهذه الآلام بالكاراتيه، الكاراتيه يعني حركة اليد من هنا إلى هنا، فكيف نعم. تغلبتي على الآلام بهذه اللعبة يعني المجهدة للأكتاف خلينا نقول؟ لا هي بقول لك كما ذكرت سابقا هي تقوي لك عضلات الأكتاف بدون ما تجهد الأعصاب، فالكتف العضلة بتتحرك بطريقة مرتاحة. والتمارين حقتها يعني تديك قوة داخلية للعضلة نفسها، تشد العضلة من جوا، فتكون يعني طريقة التقوية حقتها صحيحة بحيث إنها ما تجهد الأنسجة حقت العضل. طيب كابتن رفيف، خلينا نقول هي يعني رياضة تظل رياضة. نعم. لكن الإصابات ممكن يعني من الطرف الثاني لما تكون في منافسة بينك وبينه ما تأثر عليك؟ واردة جدا، بس أنا الطريقة اللي بمارسها ما هي حق التنافسية، أنا هي يعني أسلوب حياة، جودة حياة، فأنا بمارسها من ناحية رياضة الكاتات. إيش الفرق؟ الكاراتيه فيها جزئين، فيها القتالي أيوة، وفيها الكاتات اللي هي الحركات الأدائية أيوة، فأنا يعني تركيزي على الكاتات وعلى الدفاع عن النفس. نوع من التمرين في المنزل يعني حتى ممكن أتمرن في أي مكان، أتمرن في المنزل، أتمرن في النادي، أتمرن مع مجموعات، أتمرن فردي، يعني هذا الحلو فيها برضو فيها مرونة إنك ممكن تمارسها بأي شكل. طيب الحين بالنسبة لك الكاراتيه يعني كانت البداية لعلاج الآلام في الكتف، الآن صارت هواية ولا ما زلت تمارسينها من أجل التغلب على المتاعب أيضا في الأكتاف؟ مو بس في الأكتاف، يعني بتساعدني في التغلب على أمور مرة كثير، يعني في مراحل صعبة الواحد أعصابه خاصة الفترة اللي فاتت مع الجائحة، يعني كانت الظروف مرة صعبة، فهذه من الأشياء اللي ساعدتني أني أقدر أكون مرتاحة كفاية أني أقدر يعني أنجز أعمالي، يعني نوع من التنفيس، يعني من التنفيس، من الترويح، من تهدية الأعصاب، من التركيز، يديني قدرة على التركيز، يعني لما يكون مثلا يوم شاق وأجي أسوي تمرين أقدر خلاص أريح، يصير أقدر أركز في الشغل اللي لازم أسويه، إذا في أحد يحتاجني أكون أساعده في شيء، عند القدرة يصير بدل ما تعطيك طاقة إيجابية يعني جدا جدا. جميل. طيب رفيف خليني شوي أرجع ورا وأسألك، يعني أنت ذكرتي العمود الفقري وذكرتي الأعصاب وكانت مبين عليك الآثار، خصوصا أنك ذكرتي عن موضوع الاتزان. الاتزان نوعا ما أحيانا ممكن يكون محرج، خصوصا لما يكون يعني نظرات الناس متجهة لك أو منتبهة لحاجة يعني غير متزنة في حركتك أو في جسمك، يعني اشرحي لي هالنظرة، نظرة الناس لك ونظرة الناس لما شافوا رفيف تحولت لكابتن ومدربة في الكاراتيه. لا هي يعني التطور صار
يعني على مراحل طويلة يعني سنين. أنا دحين يمكن 18 سنة أنا ألعب كاراتيه. ما شاء الله. فالتغير اللي صار مرة حلو. يعني يمكن المشكلة الأساسية اللي واجهتني في البداية أيوة. مش المحيط اللي حواليا، المجتمع نفسه ما كان فيه مهيأ إنه يكون في ممارسة للرياضة من هذا النوع للفتيات. أصلاً ما كان في ممارسة رياضة للفتيات أساساً. فهذه كانت الصعوبة اللي واجهتني، إني ما في نادي مثلاً، ما في وسائل موفرة، فكان لازم كله مجهود شخصي. وش سويتي وقتها؟ كنت أتمرن يعني خاص، كنت يعني أجيب مدرب وعلى حسابي الخاص، وأهلي وفروا لي مكان في الغرفة في المنزل جانبية، ودحين الغرفة هذه تحولت إلى النادي حقي. وكنت لما أسافر برا إذا جات فرصة وسافرت أحاول ألاقي أي نوادي برا وأروح أتمرن عندهم بنفس أسلوب أو مدرسة الكاراتيه اللي أنا جزء منها. فيعني كان كله مجهود شخصي صراحة. صار شغف. دحين الحمد لله الأمور تغيرت وصار في وسائل متاحة والناس متقبلة للموضوع أكثر. فحلو إنه يصير في تفاعل، يعني التفاعل كمان مرة مهم هنا. ممتاز. طيب كابتن رفيف، يعني في أحد سمع بحالتك بأنه أنت عالجتي بعض الأمراض من خلال ممارستك الكاراتيه وخاض هذه التجربة؟ من خلالك؟ لا، هي انا يعني ما اقدر اقول اني عالجت المشكله بالكاراتيه، يعني ما يعني هي حاله خاصه ضبطت معايا، ممكن احد ثاني ما تناسبه، يمكن يعني كل انسان يختلف جسمه ايش يحتاج ايش يتقبل. فانا ما حقدر اقول انه والله هذا علاج قاطع للحاله دي، لا. يمكن تكون براءه اختراع لك الحين يا كابتن. لا لا لا، ما صعبه ما شاء الله، يعني الطب عنده كل طيب. الحاجات الرئيسية اللي أنا كنت بقول لك قبل شوي أنه إحنا قبل فترة غطينا الأولمبياد في طوكيو. نعم. وكنت أتمنى لك يعني إن شاء الله أنه في الأولمبياد القادم أنك تكونين إحدى المشاركات باسم السعودية، دامك حاصلة على الحزام الأسود الثالث معناتها خلاص بطلة أنت تعتبرين. والله إن شاء الله، يمكن مو أنا، إن شاء الله المتدربات اللي عندي يعني. وأنت بعد ليش لا؟ بالعكس ما يمنع. صعب دحين تعرف الـ بعد مرحلة من التدريب خلاص الجسم ما عاد يتحمل ضغط المنافسات. طيب أحلامك إن شاء الله وشي؟ المتدربات اللي عندي جيل ناشئ جديد إن شاء الله بإذن الله. وش أحلامك؟ أنا بقولك دحين حاليا بركز على موضوع دفاع النفس، بعمل برامج دفاع النفس للسيدات والفتيات. أبغى يعني توعية المجتمع للموضوع هذا. عندنا دحين ما شاء الله مع التغييرات اللي سايرة في يعني سوق العمل صار أوسع للنساء، والابتعاث ويعني صار في زيادة مخاطر، نسبة المخاطر زادت، فموضوع الدفاع عن النفس مرة مهم في حالات يعني زي كده. فأبغى يعني أعمل برامج إن شاء الله أو أوسع البرامج اللي عندي إنه تشمل يعني شرائح مختلفة في المجتمع بالنسبة لموضوع الدفاع عن النفس كتوعية وكممارسة رياضة، ويعني الرياضة المجتمعية بالنسبة لي مرة مهمة صراحة. طيب خليني أسألك آخر سؤال يا كابتن رفيف، المركز الرياضي اللي أنت عملتيه الآن تقام فيه دورات وتدريب أنا أدرب تدريب خاص. نعم، يعني الصالة صغيرة ف يعني محدودة العدد، فأنا أعمل تدريب كاراتيه يومين في الأسبوع. والحصة تشمل تدريبات تقوية وتدريبات كاراتيه وتدريبات دفاع النفس، وأيضا أعمل دورات دفاع النفس لمدة 5 أيام، هذه كل بعد فترة في أماكن مختلفة، سويتها في جدة، سويتها في الخبر، في الدمام. يعني الله يوفقك ويحقق لك أمانيك إن شاء الله. شكرا لك الكابتن رفيف بادغيش، ملهمتنا في قصتي فقرة كل يوم سبت. لا تروحون بعيد، فاصل ونعود.